شو هذا؟ هلا شخباركم؟ اليوم بصبغ شعري. ياي اخيرا وافقت وبصبغ شعر شفا. يس شفا، اي لون تصبغي شعرك؟ سر سر؟ هي. يلا نروح الصالون. يلا جينا الصالون الحين بنصبغ شعرها ان شاء الله يضبط. هنا بسوي لها اول شيء تجربه. اولها تجربه يشوفون شعرها يعني يتقبل او لا. يلا ان شاء الله يتقبل. شعر شفا قبل كيف؟ ان شاء الله بنعطيكم اياه بعد. شفا متحمسه؟ ان شاء الله يطلع نتيجه حلوه. شوفوا النتيجه، شعرها صار بني، اول مره في حياتي يستوي هاللون. صح شفا؟ بدو احنا بسبغونه ان شاء الله يضبط. متحمسه اصبغ. شفا بتصبغ امبري، اي لون شفا بتصبغين؟ لون وردي. ياي لون المفضل لدى شفا. فرحانه؟ شفا مليت ولا بعد؟ لا ما مليت. متحمسه؟ يلا يصبغون الغره. خلصنا بس احنا ننتظر. شوفوا هالنتيجة النهائية. اوكي احنا بننتظر شفا. شفا مليتي؟ هي. مليتي؟ لا نصبر صح؟ عشان النتيجة الحلوة صح؟ صح. الحين بنشوف النتيجة. واو شوفوا صار اشقر شفا. واو وايد حلو. من اصفر شوفوا. الحين نصبغه وردي. بعدنا هاي مو النتيجة النهائية. بتشرب عصير عشانه. غسل شعرها. الحين بسبوها وردي. اللحظة الحقيقية. صبغوا الغرة كاملة لو وردي. شوفوا شفا لو وردي. ريحة الصبغة حلوة تجنن صح شفا؟ صح. شفا تاكل كيك جوعانة صح؟ الحين بيغسلوا أطراف الشعر. حمزة؟ شوفوا صابوني من تحت. مستعدين تشوفوا النتيجة؟ 1 2 3 شوفوا. واو لون وردي فوشي يعني وردي غامق صح؟ صح. وسوينا الغرة شوفوها. واو حلو صح؟ الحين بنستشورها صح؟ صح. نقص الأطراف تعبان. أوكي يلا نروح نقصها. يلا قص الأطراف. قص الأطراف شوفوا سوا متساوي ما شاء الله.
شعر شفاه قبل، شوفوا كيف بعد. واو ترى ما شاء الله وايد حبيت اللون. جنيتي عليه؟ ايه. حلو ما شاء الله نعيم شفاه. الله ينعم عليك. لفي لفي قومي قومي. براويكم في البونيتيل. شوفوا الحين تذكرت شعرها. واو جنة ما شاء الله. والله قد اول مره اصبغ بحياتي. اول مره شفت اصبغ حياتها. حبيتي اللون اهم شيء. ايه شبه حبيت النتيجه وايد. حبيتيها؟ وايد حلوه. فرحانه؟ ايه ما شاء الله جنه. نرجع البيت بروح افاجئ اهلي. شوف بتفاجئ امي واخواتي وابوي لان هم ما يعرفون. رجعت البيت الحين براوي اهلي شعري. يلا روح. يلا شوف انا خايف مره تدفع امي. يلا روح. يلا متوتره. اول شيء براوي اختي في الصاله هني اروح عنها. مستعده تشوفي شعري؟ مستعده. يلا واحد اثنين ثلاثه. واو رهيب. جنه حبيتي؟ ايه علمني وايد ما شاء الله. اللون الحلو مصبغ شعر مستفى. ها غرتي منها؟ عايبني. شو ما وايد حلو. لفي لفي شو؟ واو شو الله يشوف. واو صناعة استوى صناعة. يا نعيمة شفا الله ينعم عليك. الحمد لله أختي حبت اللوك. رحم بروح أراوي أمي. يلا يلا بنادي امي براويها شعري. ترى امي ما تعرف اني انا صابره. صح يلا بناديها. يلا ماما ماما تعالي ماما. تعالي افتح الباب. شوفي بسم الله. شو هذا؟ صبغ شعري. انت قلتي بسوي خصله واحده. ليش تسوي هذا كله؟ بيطلع متى يطلع من راسك؟ ها ابدا ما راح يطلع. كيف راح يطلع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماما وايد حلو كل البنات سووه. لا حول ولا قوة إلا بس مرة ثانية ما تسوي. أوكي. يلا. بس ما شاء الله طلعتي حلوة. أمي عصبت بس الحمد لله أمي رضت. الحمد لله رضت. أنا حسبتها صراحة تعصب وايد بس بعدين الحمد لله أنا حبيتها. أبو جل بيت الحين براوي شعري. يلا يلا. براويك شيء. ترى شو ها؟ صبغ شعري. ليش؟ عجبني. نيو لوك تغيير. مو قص علي. بلا حلو والله. ابدا ما عجبك؟ شوية. ابدا ما عجبها بس انا حبيته. اهم شيء شفا صح؟ دوري دوري دوري. الحين تقييمي انا؟ انا الصراحه وايد حبيت ما شاء الله اللوك جديد وحبيت يعني تغيير صح. وطلع ما شاء الله وايد حلو على شفا صراحه ما توقعت انه بيطلع حلو. وبس هيك في الدنيا ان شاء الله عجبكم. مع السلامه باي نحبكم.